اخر حاجه اتعرفنا عليها مع بعض ان مصر اصبحت تحت الاحتلال البريطاني، ده اللي اتعرفنا عليه في الدروس السابقه. طيب هنتعرف النهارده على ثوره جديده اخذنا قبل كده، الثوره العربيه اللي كان قائدها احمد عرابي، واخذنا ثوره 19 اللي كان احد زعمائها كان سعد زغلول. هنتعرف النهارده على ثوره جديده في تاريخ مصر اللي هي ثوره 23 يوليو 1952. قبل ما نبدا هنتعرف على احوال مصر قبل الثوره كان شكلها ايه. طبعا احنا خدنا في الدروس السابقه ان مصر اصبحت تحت الاحتلال البريطاني، يعني بريطانيا هي اللي بتحكم مصر. طب احوال مصر كان شكلها ايه قبل الثوره اللي هي فتره الاحتلال البريطاني؟ قلنا ان مصر عانت كتير جدا تحت الحكم البريطاني، يعني كان اسوا فتره عانت فيها مصر اللي هي لما كانت تحت الحكم البريطاني. حصل فيها ايه؟ قال لي تدهورت فيها الاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، يعني اقتصاد مصر اتدهور سواء كانت زراعه تجاره صناعه، الاجتماعية الأحوال بين الناس وبعضها، الثروات ما كانتش بتوزع توزيع كويس، السياسية اللي هو السياسة إن كانت بريطانيا هي الحاكم الفعلي للدولة زي ما خدنا قبل كده اللي هو كان متمثل في المعتمد البريطاني. يبقى عانت مصر أثناء الحكم البريطاني من تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن فساد الحكام. طيب ده أدى إلى إيه؟ قال ان دوت ادى الى تذمر عدد كبير من الضباط، كان اسمهم الضباط الاحرار. يعني ايه تذمر؟ يعني غضب عدد كبير من الضباط. مجموعه من الضباط ما عجبهمش احوال مصر تحت الاحتلال، فبداوا ان هم يثوروا او يحزنوا على احوال مصر تحت الاحتلال البريطاني. فعملوا ايه؟ عملوا تنظيم اسمه تنظيم الضباط الاحرار. طب ايه هو تنظيم الضباط الاحرار ده؟ قال دي مجموعه من الضباط المعروفين بوطنياتهم، كانوا ضباط، مجموعه من ضباط الجيش كانوا معروفين جدا بوطنياتهم وانتمائهم لمصر، بتجمعهم اهداف مشتركه. ايه الاهداف المشتركه اللي بتجمعهم دي؟ ان هم يتخلصوا من الاحتلال البريطاني. تمام، يبقى ايه هو تنظيم الضباط الاحرار؟ هي مجموعه من الضباط المعروفين بوطنياتهم بتجمعهم اهداف مشتركه. مين مؤسس تنظيم الضباط الاحرار؟ مؤسسه ضابط مهم جدا في الجيش المصري وقتها كان اسمه جمال عبد الناصر. تاني، يبقى أحوال مصر قبل ثورة 23 يوليو قلنا إن تذمر عانت مصر كثيرا تحت الحكم البريطاني، إزاي؟ قلنا تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفساد الحكام. يعني إيه فساد الحكام؟ يعني الحكام اللي كانوا بيحكموا مصر كانوا فاسدين، ما يهمهمش أبدا أحوال مصر سواء كانت كويسة أو مش كويسة. يبقى لو جه لي هنا بما تفسر تأسيس جمال عبد الناصر لتنظيم الضباط الأحرار، قلنا بسبب معاناة مصر كثيرا تحت الاحتلال البريطاني حيث أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفساد الحكام. طب لو جه لي قبل السؤال ما نتائج مترتبة على تدهور مصر، تدهور أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أثناء الاحتلال البريطاني؟ أدى إلى تأسيس تنظيم الضباط الأحرار. تمام، قلنا ايه هو تنظيم الضباط الاحرار؟ قلنا هو مجموعه من الضباط المعروفين بوطنياتهم بتجمعهم اهداف مشتركه. مين اللي اسسه؟ جمال عبد الناصر. لان ممكن يجي يقول لي لمن تنسب الاعمال الاتيه، قام بتاسيس تنظيم الضباط الاحرار مين؟ جمال عبد الناصر. طب النهارده هنتعرف بقى مع بعض على اسباب الثوره، مبادئ الثوره، واهم انجازاتها اللي هي نتائجها. هنتعرف ليه قامت الثوره ثوره 23 يوليو. طيب قال لي اول سبب ادى لقيام الثوره عندي ثلاث حاجات، عندي اسباب سياسيه وعندي اسباب اقتصاديه وعندي اسباب اجتماعيه. طب الاسباب السياسيه متمثله في ايه؟ قال السياسيه متمثله بالسياسه بتاعه الدوله، ان هي كانت الاحتلال البريطاني لمصر اهم حاجه في الاسباب السياسيه اللي هو الاحتلال البريطاني، ان بريطانيا هي اللي بتحكم مصر. تاني حاجه فساد الحكام، ان الحكام حتى اللي كانوا بيحكموها ما كانواش حكام وطنيين، لا كانوا بيخضعوا للاحتلال برضو الايه؟ البريطاني. يبقى اول سبب للثوره هي اسباب سياسيه بتتمثل في الاحتلال البريطاني لمصر وفساد الحكام. تاني حاجه اسباب اقتصاديه، كان في ارتفاع بالاسعار، الاسعار بقت مرتفعه جدا، مع ارتفاع الاسعار الدخل منخفض، يعني ارتفاع الاسعار بيوازنوا مش ما بياخدوش دخل عالي، لا ده كمان الدخل ايه؟ منخفض. يبقى ارتفاع في الاسعار مع انخفاض في الدخل، كل ده في بيسود فيه كمان ايه؟ انتشار للفقر. يبقى ارتفاع الاسعار وانخفاض الدخل وانتشار الفقر، دي اسباب اقتصاديه. طب الاسباب الاجتماعيه، قال سوء توزيع الثروات، يعني الثروات ما بتتوزعش بشكل عادل بين اهل الدوله، يعني هنلاقي واحد مثلا معاه كميه فلوس كبيره وواحد معاه معهوش فلوس خالص، يبقى ده هو توزيع سوء توزيع الثروات. يبقى الاسباب الاجتماعيه سوء، اول حاجه سوء توزيع الثروات، تاني حاجه غياب العداله الاجتماعيه. يعني ايه العداله الاجتماعيه؟ العداله الاجتماعيه دي هي توزيع الثروات توزيعا عادلا بين افراد الشعب، يعني ما كانش فيه توزيع للثروات توزيع عادل، يعني الاراضي ما كانتش بتتوزع توزيع عادل بين افراد الشعب، الاموال اللي داخله الدوله ما كانتش بتتوزع توزيع عادل من افراد الشعب. اخر حاجه انتشار
انتشار الجهل والمرض، مفيش فلوس وفي ارتفاع في الاسعار وفي فقر، هينتشر ايه؟ هينتشر جهل ومرض. الناس ما عندهاش وعي ان هم يتخلصوا من الاحتلال البريطاني، وكمان في مرض، الامراض بدات تنتشر لان مفيش اصلا فلوس يقدروا يصرفوا بيها على نفسهم، وفي فقر منتشر. يبقى اسباب قيام ثوره 23 يوليو 1952، اول حاجه الاحتلال البريطاني لمصر، ثاني حاجه فساد الحكام، الاحتلال البريطاني لمصر وفساد الحكام. رقم 2 الاسباب الاقتصاديه تتمثل في ارتفاع الاسعار، انخفاض الدخل وانتشار الفقر. طب الاسباب الاجتماعيه قلنا اول حاجه سوء توزيع الثروات، غياب العداله الاجتماعيه، وانتشار الجهل والمرض. يبقى دي اهم الاسباب اللي ادت الى قيام ثوره يوليو 1952. طيب مبادئ الثوره بقى، ايه المبادئ او ايه الحاجات اللي نادت بيها الثوره؟ قال لي اول حاجه نادت بيها الثوره حاجتين، القضاء على واقامه. القضاء على ايه؟ القضاء على الاستعمار واعوانه، والقضاء على الاقطاع والاحتكار وسيطره راس المال. يبقى اول حاجه القضاء على الاستعمار واعوانه. ايه هو القضاء على الاستعمار؟ ان احنا نلغي او نقضي على الاستعمار البريطاني لمصر، احتلال بريطاني لمصر. رقم 2 القضاء على الاقطاع. ايه هو الاقطاع؟ الاقطاع اللي هو كانت فئه صغيره من الدوله بتملك اكبر عدد من الثروات داخل الدوله، ده هو الاقطاع. تمام، يبقى القضاء على الاستعمار واعوانه، القضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطره راس المال. يعني ايه احتكار؟ فاكرين لما خدنا ان محمد علي، لما قلنا ان محمد علي كان محتكر زراعة القطن، يعني هو الوحيد اللي كان بيزرع القطن في مصر، هو ده الاحتكار، ان فرد واحد هو اللي يقوم بالصناعة دي او بالزراعة دي. تمام، وده كان متمثل في كبار رجال الدولة، يعني مش اي حد من الشعب يقدر يعمل كده. يبقى اول حاجة نادت بيها الثورة ثلاث حاجات، القضاء على الاستعمار واعوانه، القضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال. تاني، يبقى قلنا ايه اهم المبادئ اللي نادت بيها الثورة؟ قلنا القضاء على الاحتكار والقضاء على الاستعمار والقضاء على سيطرة رأس المال. تمام، طيب إقامة ايه؟ إقامة ثلاث حاجات، إقامة عدالة اجتماعية. يعني ايه عدالة اجتماعية؟ ان يبقى في توزيع عادل بين الثروات بين المواطنين. تمام، ما يبقاش حد معاه اراضي كتيرة وحد معهوش اراضي خالص، ما حدش معاه مثلا مبالغ كبيرة او فلوس كتير ومحدش ويبقى في فقراء في الدولة. تمام، هي دي إقامة عدالة اجتماعية. يعني ايه عدالة اجتماعية؟ توزيع الثروات بين المواطنين توزيعا عادلا. هي عدالة اجتماعية توزيع الثروات بين المواطنين توزيعا عادلا. وإقامة جيش وطني قوي، ان انا اقيم جيش وطني خاص بالدولة ما يضمش اي عناصر اجنبية. اخر حاجة إقامة حياة ديمقراطية سليمة، ان انا اقيم حياة ديمقراطية قائمة على ان كل واحد يبدي برأيه، ما يبقاش فيها اي عنف او ديكتاتورية. تمام، طيب يبقى تاني ايه المبادئ اللي نادت بيها الثوره؟ اول حاجه القضاء على ثلاث حاجات، القضاء على الاحتكار، القضاء على الاقطاع وسيطره راس المال، القضاء على الاستعمار واعوانه. رقم 2 اقامه ايه؟ اقامه عداله اجتماعيه، اقامه جيش وطني قوي، اقامه حياه ديمقراطيه سليمه. دي المبادئ اللي نادت ليها الثوره. يبقى احنا تعرفنا مع بعض على اسباب على احوال مصر قبل ثوره 23 يوليو، اتعرفنا على اسباب ثوره 23 يوليو، اتعرفنا على مبادئ او المبادئ اللي نادت بيها ثوره ايه 23 يوليو. هنتعرف مع بعض دلوقتي على اهم نتائج ثوره 23 يوليو. طيب النتائج بتاعتها كانت ايه؟ قال لي اول حاجه نادوا بيها ان هم يلغوا النظام الملكي. اول حاجه كان من نتائجها ان هي الغت النظام الملكي واعلنت الجمهوريه. امتى؟ قال لي في يونيو 1953. يبقى اول حاجه عملتها الغاء النظام الملكي واعلان الجمهوريه في يونيو 1953. وكان محمد نجيب هو اول رئيس للجمهوريه. يعني ايه نظام ملكي؟ يعني ما يبقاش الحكم وراثي، ما يبقاش الحكم في ايد ملك، لا، يبقى الحكم جمهوري قائم على الانتخاب من افراد الدوله. يبقى اول حاجه عملتها ان هي الغت النظام الملكي واعلنت الجمهوريه في يونيو 1953. رقم 2 عقد اتفاقيه الجلاء مع بريطانيا لجلاء قوتها عن مصر في اكتوبر 1954. يعني ايه اتفاقيه الجلاء؟ ان هي عملت اتفاقيه مع بريطانيا لجلاء القوات البريطانيه عن مصر. يعني ايه جلاء؟ يعني خروج بريطانيا عن مصر خروجا نهائي، ما يبقاش في اي جندي او اي عنصر انجليزي داخل الاراضي المصريه. يبقى رقم 2 كانت من انجازات الثوره ان هي عقدت اتفاقيه الجلاء مع بريطانيا. ليه؟ لجلاء قوتها عن مصر. امتى؟ في اكتوبر 1954. ويا ريت نحفظ التواريخ دي لانها مهمه جدا.
يبقى اول حاجه عملتها الغاء نظام الملكي العلماني الجمهوريه في يونيو 1953. رقم 2 عقد اتفاقيه الجلاء مع بريطانيا لجلاء قوتها عن مصر في اكتوبر 1954. رقم 3 تاميم شركه قناه السويس في يوليو 1956 وتمصير الشركات والبنوك. يعني ايه تاميم شركه قناه السويس؟ ان الشركه تبقى ملك تبقى ملك للشعب كله، ملك المصري كلها، تمام، ما يبقاش فيها اي عنصر اجنبي. ويعني ايه تمصير الشركات والبنوك؟ ان خلت الشركات والبنوك ما يضموش اي عناصر اجنبيه او انجليزيه، تمام، خليتهم يضموا عناصر، كلهم يضموا عناصر مصريه. يبقى رقم 3 تاميم شركه قناه السويس امتى؟ في يوليو 1956 وتمصير الشركات والبنوك. رقم 4 هو من الحاجات اللي نادى بيها ان هو بناء جيش وطني قوي او اقامه جيش وطني قوي. كانت من الحاجات اللي هي من نتائج الثوره ان هو اهتم بالكليات العسكريه، اهتم بان هو ينشئ كليات عسكريه وان هو يطورها عشان يقدر ينشئ جيش وطني قوي، وتنويع مصادر الاعداد والتسليح. يعني ما خلاش التسليح او الاسلحه قائمه على دوله واحده او على نوع واحد من الاسلحه، لا، ده نوع مصادر الاعداد والتسليح، تمام. يبقى اول حاجه عملتها الثوره ايه؟ الغاء نظام الملكي والعلماني الجمهوريه في يونيو 1953، عقد اتفاقيه الجلاء مع بريطانيا امتى؟ في اكتوبر 1954، تاميم شركه قناه السويس 1956 وتمصير الشركات والبنوك. وعرفنا يعني ايه تاميم، ان تتنقل ملكيتها من ملكيه خاصه تابعه لانجلترا الى ملكيه ايه؟ عامه. تمصير الشركات والبنوك يعني يخلي الشركات والبنوك قائمه على عناصر مصريه وتابعه لمصر. رقم 4 الاهتمام بالكليات العسكريه وتنويع مصادر الاعداد والتسليح. دي لو استمناها تبقى دي نتائج سياسيه خاصه بالسياسه بتاعه الدوله. طب الاقتصاد بقى كان من النتائج الاقتصاديه ايه؟ اول حاجه ان هو قام ببناء السد العالي. طبعا احنا عارفين ان السد ده هو ايه؟ هو السد هو بناء في عرض النهر لحجز المياه قدامه لاستخدامها عند الحاجه، ده مفهوم السد. او عرفنا زمان ان مصر كان بيحصل لها فيضان، كانت الميه نهر النيل بيفيد عن حاجته او الميه بتطلع عن مكانها، فبالتالي الميه دي بتروح ما بنقدرش نستفاد بيها. فجي فكر نعمل ايه؟ ان احنا نبني سد في عرض النهر عشان نقدر ان احنا نخزن الميه اللي زائده عن حاجه النهر امامه عشان نقدر نستخدمها وقت ما احنا ايه عايزين، بدل الميه دي ما بتروح واحنا ما بنقدرش نستخدمها. فعمل ايه؟ قال ان احنا هنبني السد العالي على نهر النيل، وافتتحه في عام 1971. وطبعا احنا عارفين ان السد العالي ده كان ليه اهميه كبيره جدا في ان هو يزود الاراضي الزراعيه وان هو ينتج لي كهرباء، تمام. يبقى اول حاجه في النتائج الاقتصاديه اللي هو قام ببناء السد العالي على نهر النيل وافتتحه في عام 1971. رقم 2 ان هو اهتم ببناء الصناعات الثقيله او بالصناعات المهمه في الدوله زي مصنع الحديد، زي ان هو انشا مصنع الحديد والصلب بحلوان. يبقى الاقتصاد عمل فيه ايه؟ اول حاجه ان هو بنى السد العالي على نهر النيل افتتحه في عام 1971. رقم 2 بناء الصناعات الثقيله ومصنع الحديد والصلب بحلوان. طيب الناحيه الاقتصاديه او النتائج الاقتصاديه عمل فيها ايه؟ الاجتماعيه اللي هي الحاجات الخاصه بافراد داخل الدوله. الاجتماعيه اللي هو اول حاجه عملها، اهم حاجه، ان هو اصدر قانون الاصلاح الزراعي في سبتمبر 1952. طب القانون ده نص على ايه؟ نص على تحديد ملكيه الاراضي الزراعيه اللي هي القضاء على الاقطاع. الاقطاع ده يعني ايه؟ ان احنا قلنا ان في بعض الافراد في الدوله بيملكوا كميه كبيره جدا من الاراضي الزراعيه. فاول حاجه عملها عشان يعدل توزيع الثروات بين المواطنين داخل الدوله ان انا اقضي على الاقطاع، ان كل الاراضي تبقى متوزعه بتوزيع عادلا بين افراد الدوله. يبقى في الاجتماعيه عمل ايه؟ اصدر قانون الاصلاح الزراعي في سبتمبر 1952. طب قانون الاصلاح الزراعي ده نص على ايه؟ نص على تحديد ملكيه الارض الزراعيه اللي هي ايه؟ قلناها في الاول، اللي هي القضاء على الاقطاع، ان يخلي كل واحد حتى لو حد معاه مثلا 1000 فدان، لا، احنا ال 1000 فدان دول هناخدهم نوزعهم بدل ما يبقوا معاك انت لوحدك، هناخدهم نوزعهم لا على 2 او 3 او 4. يبقى هو كده حدد ملكيه الارض الزراعيه، خلى الارض الزراعيه تبقى محدوده، ما يبقاش واحد معاه مثلا 1000 فدان وواحد معاه مثلا 200 فدان، تمام. يبقى في الاجتماعيه عمل ايه؟ اصدر قانون الاصلاح الزراعي في سبتمبر 1952. نص على ايه القانون ده؟ قلنا نص على تحديد ملكيه الاراضي الزراعيه، اللي هي ايه تحديد ملكيه الاراضي الزراعيه؟ هي القضاء على الاقطاع، اللي هي كانت من اصلا من مبادئ ثوره 23 يوليو 1952. طب النتائج العربيه بقى والدوليه، الحاجات اللي خاصه بنتائجها او نتائج الثوره دي على الدول العربيه عملت ايه؟ قال لي اقامت وحده مع سوريا ولكن لم تستمر ايه طويلا، يعني ما استمرتش. اقامت وحده بين مصر وسوريا، كانت مصر وسوريا في دوله عباره عن دوله واحده، ولكن الـ الوحده دي ما استمرتش وقت ايه طويل. طيب
عملت ايه كمان؟ قال لي في الفتره دي بتاعت ثوره 23 يوليو كانت بعض الدول الاخرى العربيه بتتحرر من الاستعمار، زي مثلا الجزائر كانت في الفتره دي بتتحرر من الاستعمار الفرنسي، فكانت مصر بقى بعد ما اتحررت من الاستعمار الانجليزي بدات ان هي تساند حركات التحرر في اسيا وافريقيا، ابرزها كانت ثوره الجزائر في الوقت ده، لان الجزائر في الوقت ده كانت بتتحرر من الاستعمار الايه الفرنسي. يبقى من نتائج الثوره 23 يوليو كانت ايه؟ مساندة معظم حركات التحرر الوطني اللي في اسيا وافريقيا، ابرزها ايه؟ كانت ثورة الجزائر، يعني وقفت بجانب ثورة الجزائر للتخلص من الاستعمار الفرنسي. هي مشكلة؟ يبقى تاني، احنا قلنا ان نتائج الثورة كانت ايه؟ اول نتيجة قلنا الغاء النظام الملكي والاعلان الجمهورية في يونيو 1953، رقم 2 عقد اتفاقية الجلاء مع بريطانيا في اكتوبر 1954، تأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956 وتمصير الشركات والبنوك، رقم 4 الاهتمام بالكليات العسكرية وتنويع مصادر الاعداد والتسليح. طب النتائج الاقتصادية، قال لي اول حاجة اللي هو بنى سد العلا للنهر وافتتحه في 1971، واهتم بالصناعات الثقيلة وبنى مصانع ثقيلة زي مصنع الحديد والصلب. طب الاجتماعية، اهم حاجة انه اصدر قانون الاصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، ده نص على ايه؟ نص على تحديد ملكية الارض الزراعية، وقلنا يعني ايه؟ يعني هو قضى على الاقطاع ان الارض الزراعية تبقى محدودة في ايد كل فرد، ما يبقاش الاراضي متوزعة بشكل كبير على فرد واحد بس. طيب العربية والدولية، قلنا ان هي اقامت وحدة مع سوريا في عام 1958، لكنها ما دامتش ايه طويلا، ما عادتش فترة طويلة، وسندت بعض حركات التحرر في اسيا وافريقيا اهمها ثورة الجزائر. دي اهم نتائج ثورة 23 يوليو. يبقى احنا خدنا اسباب الثورة، اخدنا المبادئ اللي نادت بيها، واخدنا نتائج ايه الثورة. طب احنا لو نفتكر مع بعض كده، كان من نتائج الثورة كانت ايه؟ كانت تأميم شركة قناة السويس، واصبحت ان هي شركة مصرية تابعة ايه لمصر، واصبحت خالية من اي عناصر انجليزية او اجنبية. قال لي السبب دوت كان من اسباب قيام عدوان كبير جدا على مصر كان اسمه العدوان الثلاثي. يبقى ايه اسباب قيام العدوان الثلاثي على مصر؟ قال لي اسبابه ان هو تأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956. لما شركة قناة السويس اتأممت، يعني اتنقلت ملكيتها من انجلترا الى مصر، او اصبحت خاليه من اي عناصر اجنبيه، ده كان من الاسباب الى قيام العدوان الثلاثي. كان امتى العدوان الثلاثي ده؟ في اكتوبر 1956. كان في اكتوبر 1956. يبقى لو جاء لي بما تفسر قيام العدوان الثلاثي على مصر، هقول له بسبب تاميم شركه قناه السويس في يوليو 1956. طب هو ليه اسمه عدوان ثلاثي؟ لانه هو اتكون من ثلاث دول مهمين جدا وثلاث دول كبار جدا، اللي هما كانوا مين في الوقت ده؟ كانت انجلترا وفرنسا واسرائيل. تمام. يبقى تاني قلنا العدوان الثلاثي ده جه على مصر ليه؟ بسبب تأميم قناة السويس في يوليو 1956، يعني هي اتنقلت ملكيتها لمصر واصبحت خالية من اي عناصر اجنبية. طيب العدوان الثلاثي ده كان مين الدولة المشتركة فيه؟ هما ثلاثة، انجلترا وفرنسا واسرائيل. طب هل نجح العدوان الثلاثي ده؟ قال لا، ان العدوان الثلاثي ده فشل على مصر. ليه؟ اول حاجة ان الجيش والشعب وقفوا بجانب القيادات السياسيه لصد العدوان، يعني مش القيادات السياسيه، مش الحكام او الجيش بس هو اللي قام بالمهمه والتصدي للعدوان، لا، ده وقف الجيش والشعب بجانب القيادات السياسيه لصد العدوان. رقم 2 تضامن الشعوب العربيه بجانب مصر، ان الشعوب العربيه كانت وقفت بجانب مصر. رقم 3 ان الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا دلوقتي عارض العدوان، وبدا ان هو يتهدد بالتدخل العسكري، ومعنى ان هو التدخل العسكري كان الاتحاد السوفيتي ده من اكبر الدول اللي كانت موجوده في الوقت ده. تمام. تاني، يبقى ليه فشل العدوان الثلاثي؟ قلنا وقوف الجيش والشعب بجانب قيادته السياسيه لصد العدوان. رقم 2 تضامن الشعوب العربيه بجانب مصر، ان معظم الشعوب العربيه وقفت بجانب مصر. رقم 3 لمعارضة الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا حاليا للعدوان، وهددهم بالتدخل العسكري. طب كانت اسباب الحرب ايه بقى؟ اول حاجة كانت اسباب الحرب ان مصر نجحت في مناصرة حركات التحرر الوطني في اسيا وافريقيا، يعني مصر نجحت ان هي تقف بجانب الدول العربية في اسيا وافريقيا عشان يتحرروا من الاستعمار. يبقى اول حاجه ان مصر بقى ليها دور كبير جدا ان هي تجعل بعض الدول العربيه تتحرر من الاستعمار، سواء كانت في اسيا وافريقيا. دي كانت من اول اسباب الحرب. يبقى اسباب الحرب كان ايه؟ ان مصر نجحت في مناصره حركات التحرر الوطني في اسيا وافريقيا. رقم 2 ان اسرائيل شافت ان مصر بقى ليها زعامه كبيره جدا في العالم العربي،
ده دليل عليه ايه؟ ان هي نجحت في ان بدات تخلي بعض الدول العربيه تتحرر من الاستعمار، فاسرائيل ما كانتش عايزه ده. يبقى رقم 2 رغبه اسرائيل في القضاء على زعامه مصر في العالم العربي. تاني يبقى اول حاجه ان مصر نجحت في مناصره حركات التحرر الوطني في اسيا وافريقيا، يعني وقفت بجانب الدول العربيه عشان تقدر تتحرر من الاستعمار. طب مين اللي مش عايزه كده؟ اسرائيل. اسرائيل ما كانش عندها رغبه، او كان عندها ما كانش عندها رغبه ان مصر يبقى ليها زعامه في العالم العربي. يبقى رقم 2 رغبه اسرائيل في القضاء على زعامه مصر في العالم العربي. ده كان اسباب العدوان الاسرائيلي، العدوان. يبقى احنا خدنا مع بعض العدوان الثلاثي اللي هو كان بيتكون من انجلترا وفرنسا واسرائيل، كان سبب العدوان ايه؟ قلنا تأميم شركة قناة السويس. هل العدوان ده نجح؟ لا. قلنا العدوان ده فشل على مصر. ليه؟ بسبب قلنا وقوف الجيش والشعب بجانب قيادته السياسية، تضامن الشعوب العربية بجانب مصر، معارضة الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا حاليا للعدوان وهددهم بتدخل العسكري. طب جه عدوان تاني على مصر كان اللي هو العدوان الاسرائيلي اللي هو كان بيتكون من دولة كبيرة جدا في الوجود هي دولة اسرائيل. امتى؟ كان في يونيو 1967. طب اسبابه ايه؟ قالنا ان مصر نجحت في ان هي تخلي بعض الدول العربية تتخلص من الاستعمار، وان اسرائيل ما كانتش حابة ده. يبقى رغبة اسرائيل في القضاء على زعامة مصر للعالم العربي. فجاء العدوان الاسرائيلي على مصر في يونيو 1967، ده كان بتدعيم من الولايات المتحدة الامريكية اللي هي كانت برضو من اكبر الدول الموجودة في الفترة دي. تمام؟ دي كانت اسباب الحرب. طب نتائج الحرب كانت ايه؟ لو نتائج العدوان الاسرائيلي ده كان ايه؟ اول حاجة ان مصر انهزمت. هزيمه مصر واحتلال اسرائيل لسيناء والضفه الشرقيه لقناه السويس، ان مصر في الوقت ده انهزمت. نتائجها كانت ايه؟ قلنا هزيمه مصر واحتلال اسرائيل، مصر انهزمت واسرائيل استطاعت ان هي تحتل سيناء والضفه الشرقيه الناحيه الشرقيه لقناه السويس. رقم 2 احتلال الضفه الغربيه لنهر الاردن، نهر الاردن اللي كان في الاردن، استطاعت اسرائيل ان هي تحتل الضفه الغربيه لنهر الاردن. واحتلال هضبه الجولان في سوريا، استطاعت ان هي تحتل هضبه الجولان اللي موجوده في سوريا. واحتلال القدس الشرقيه من فلسطين. يبقى نتائج الاحتلال ان هي احتلت اربع حاجات. اول حاجه ان هي اتهزمت مصر، واحتلت اسرائيل سيناء والضفه الشرقيه لقناه السويس، احتلت الضفه الغربيه لنهر الاردن، احتلال هضبه الجولان اللي كانت موجوده في سوريا، واحتلال القدس الشرقيه الموجوده فين؟ في فلسطين. طب هل مصر استسلمت لهزيمتها في 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 العدوان الاسرائيلي في 67؟ لا. قال لي مصر لم تستسلم ابدا، بداوا ان هم يزدادوا عزيمه واصرار، وبدات ان هي تستفاد من الدروس اللي خلتها تنهزم امام العدوان الاسرائيلي، وبدا ان هم يعيدوا تنظيم وتسليح وتدريب القوات المسلحه مره اخرى لحد ما استطاعت ان هي تسترد اراضيها اللي استولت عليها اسرائيل في حرب اكتوبر 1973، وده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الدرس القادم.